شوف، المهرجان من اهم الحاجات اللي بتحصل لصناع السينما في الوطن العربي. شايف اللي عندنا سوق مهم جدا دلوقتي، في كل الناس من العالم بتشوف افلامنا وافكارنا وبيبقوا معانا وبيدعمونا عشان نعمل افلامنا الجديده. كباتن الزعتري حصل كده من كذا سنه وتم دعمه من المهرجان، ومش بس دعم مادي، لا دعم كمان بشركاء دخلوا من كل حته في العالم، وده ساعد الفيلم يبقى فيلم انترناشونال يتشاف في كل حته. يعني